الدولية. هاي يا سيف نقطة. بسم الله ما شاء الله. البداية من سيف عيسى. هاي التعادل. 1-1. سيف عيسى لابس أزرق. نقترب من نهاية الشوط الأول. 23 ثانية. خبطة قوية من يعني خارج المسموح به. سيف بيحس معها بالألم. اللاعب التركي خد نقطة. اللاعب التونسي أنا آسف خد نقطة. 14 ثانية وينتهي الشوط الأول. المباراة من 3 أشواط، كل شوط على 2. نحن في الشوط الأول بيخلص 8 ثواني 7 ثواني. اثنين واحد حاليا لبطل تونس. سيف واضح ان الخبطة كانت قوية ومأثرة على مشيته، بس ان شاء الله خير. بنذكر حضراتكم ان ده مباراة الدور نصف النهائي لوزن اقل من 80 كيلو جرام في منافسة التايكوندو بدورة العاب البحر المتوسط رقم 19 في مدينة وهران بالجزائر. المباراة بتتلعب من 3 أشواط، كل شوط بيتلعب على 2. سيف عيسى انتهى الشوط الأول متأخر بنتيجة 2-1، وبين كل شوط بيبقى فيه حوالي 30 ثانية راحة. نرجع تاني نبدأ الشوط التاني إن شاء الله. مصر وتونس. يلا يا سيف. نقطة على لاعب التونسي. 2-2 التعادل. خطأ علي. اكتسب نقطة. 2-2 حاليا. اعتقد سوف ياخذ عليه نقطة للاعب الخشن. لا، اللاعب التونسي بالفعل. سيف اكتسبت له نقطة. اللاعب الثاني بيلعب برا المسموح به. وده اسقط سيف. المفروض الضرب بيكون في الأماكن بتاعت، وبالفعل خد نقطة معاقبة. 4-2 لصالح سيف. اللاعب الثاني خشن جدا في التعامل. يلا يا سيف يا بطل.
يلا يا سيف انتهى. نقطة كمان عنيفة، لاعب بيلعب بعنف كبير جدا مع سيف. 5-2 النتيجة حاليا. يلا ان شاء الله ده باذن الله سيف ده نص النهائي، ان شاء الله نستنى النهائي في اقل من ساعة. و31 ثانية على انتهاء الشوط الثاني. بالفعل الراس بثلاثة. خلص الشوط الثاني، تايم اوت لمدة دقيقة. سيف متقدم زي ما احنا شايفين حاليا، اوان 5-2 من الشوطين، لسه شوط ثالث ان شاء الله لمدة دقيقتين بإذن الله. تايم اوت ان شاء الله يرجع سيف. أكيد قدامك سيف، هو لابس أزرق. سيف لابس أزرق. يلا بسم الله. نرجع لبداية الشوط الثالث والأخير الحاسم في نتيجة المباراة. 5-2 سيف عيسى متقدم على لاعب التونسي. نصف النهائي. اللاعب التونسي كل خبطاته بره ال 6-2. كل خبطات اللاعب التونسي، كل الخبطات للاعب التونسي بتبقى بره. مدرب منتخب تونس، مدرب اللاعب التونسي بيطلب، بيعترض على احتساب النقطة لسيف الأخيرة، وبيتم مراجعتها عن طريق تقنية الفيديو. الآن 5-2، لو احتسبت النقطة هتبقى 6-2 إن شاء الله. يصير هنا بيتم إعادة النقطة، الغيت طلب بالفعل تم احتساب النقطة لصالح سيف. 6-2. يلا يا سيف انت افضل. دقيقة ونص، أقل من نص دقيقة كمان إن شاء الله. يلا
الله يا سيف 57 ثانية إن شاء الله على اللعبة في الذهب بإذن الله في النهائي يا رب. يا إله إلا الله يا ابني حرام عليك بهدلت الراجل، كل الضرب بره بره المسموح بيه، وينزل الجهاز الطبي تاني. اللاعب التونسي عنيف جدا جدا، احتسبت عليه نقطة إضافية. حاليا النتيجة 7-2 وفي توقف للدكتور لعلاج سيف عيسى، بياخد دلوقتي مسكنات وحق ورش بنج الخط كل شوية، دي تاني مرة أو تالت مرة. اللاعب احتسب عليه أكثر من 4 مرات ضربات خارج المسموح. ثمانية واربعين ثانية إن شاء الله يا سيف على الذهب، على اللعب في الذهب بإذن الله. كانت قريبة أوي من ثلاثة دي، سيف كان هيجيب 3 نقط. يلا خلصها يا سيف خلصها. عنيف عنيف جدا اللاعب التونسي، عنيف عنيف قوي. ثمانية وعشرين ثانية يا سيف يا رب. نقطة على سيف عيسى، نقطة. نقطة، والمدرب بيعترض بيقول إن في بالزق، إن وقع بالزق مش وقع عن قصد. يتم مراجعة الفيديو. سيف هو اللي طلب من المدير الفني قال له اعترض، كل غلطة معاها نقطة مخصوص مضافة للاعب المنافس. فهو الخطأ بيكلف اللاعب صاحبه خسارة المباراة، أصعب يعني أقوى من الإنذار نفسه. فلاعب كل لاعب لازم يخاف على نفسه ويخاف على النقط بتاعته ويخاف على إنه يخسر لقاء وما يبقاش عنيف في التعامل. سيف طلب من المدير الفني مراجعة اللقطة، ان اهو باللاعب فعل باللاعب مزقوق، سيف مزقوق فهو مش مقاصد، يعني النقطة لصالحه مش عليه. اتلغت للأسف، اتلغت النقطة 7-3. يلا يا سيف يلا، 6 ثواني يا سيف ما شاء الله بإذن الله. يلا تلعب على الذهب، يلا نقطة نقطة على سيف عشان خرج برا البساط. 7-4. سبعة خمسة، نقطة تانية على سيف عشان خرج برا البساط. خلاص من ثانية واحدة خلصت المباراة، خلصت المباراة وسيف عيسى إلى النهائي. مبروك سيف عيسى يلعب على المباراة النهائية.